أود بمناسبة هذه الزيارة التأكيد لكم أنتم أيها المرابطون على الثغور وفي كامل إقليم الناحية العسكرية الرابعة على غرار زملائكم على مستوى كافة النواحي العسكرية تقديرنا الكبير للجهود المضنية التي تبذلونها في سبيل أن ينعم وطننا المفدى وشعبنا الأبي بالأمن والأمان. ومن هذا المنطلق أبيت إلا أن أزوركم في هذا الشهر الفضيل حاملاً لكم تهاني وتبركات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقديره للمهام التي تؤدونها باقتدار ليلاً نهاراً في ظروف طبيعية ومناخية صحراوية صعبة. كما أردت من خلال هذه الزيارة الوقوف على ظروف عملكم ومعيشتكم والاستماع لانشغالاتكم التي أوليها شخصياً أهمية شديدة وخاصة.